حلقة جديدة من برنامج اقتصاد الناس، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. أزمة اليمن على طاولة المسؤولين في صندوق النقد والبنك الدوليين. قوى سياسية ومدنية تؤكد على أهمية دفع الرواتب وفتح الطرق. حضرموت تخصص كمية من الديزل للسوق المحلي بسعر مدعوم. وقضيتنا لهذا الأسبوع: معركة إيقاف انهيار الاقتصاد، خيارات ضيقة وتبعة واسعة. أهلا بكم. عقد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب سلسلة من اللقاءات على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المعقودة في العاصمة الأمريكية واشنطن. وخلال اللقاء تطرق المحافظ إلى الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي تعيشها اليمن بسبب الحرب التي تقترب من إكمال عامها العاشر وبسبب التطورات الإقليمية والدولية، ودعا إلى ضرورة تقديم دعم عاجل لليمن. وأكد ارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز أكثر من 80%، وأشار إلى أن اليمن فقدت أكثر من 6 مليارات دولار من مواردها الذاتية خلال 30 شهرا الماضية نتيجة توقف صادرات النفط والغاز. وتطرق غالب إلى تأثيرات التطورات في البحر الأحمر وانعكاساتها على كلفة النقل والتأمين، مما خلق أوضاعا اقتصادية وإنسانية صعبة وغير قابلة للاستمرار في ظل تقاعد المجتمع الدولي عن القيام بواجباته والوفاء بالتزاماته وانعدام أي آفاق للسلام. أكد ممثلو أحزاب سياسية وكذا ممثلي المجتمع المدني على الحاجة الملحة للتعافي الاقتصادي والاستجابة الإنسانية العاجلة، وأشاروا إلى أن القضايا الحيوية مثل دفع الرواتب وفتح الطرق الرئيسية لا يمكن تأجيلها لحين الوصول إلى تسوية سياسية. جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في ختام سلسلة من الحوارات السياسية عقدت في الأردن بهدف دفع عملية السلام في اليمن. وبحسب البيان، فقد أكد المشاركون أن التعافي الاقتصادي والاستجابة الإنسانية يمثلان أولويات ملحة للشعب اليمني، ما يستدعي التركيز على احتياجاتهم الاقتصادية ضمن عملية السلام لكسب دعم الشعب. ولفت المشاركون إلى ضرورة عدم تهميش الملف الاقتصادي في المناقشات السياسية. أصدرت السلطات المحلية في محافظة حضرموت قرارا قضى بتخصيص كمية من الديزل بتروماسيلا للسوق المحلي بسعر 800 ريال يمني للتر الواحد، وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة. وبحسب القرار، فقد تم تخصيص كمية 350 ألف لتر ديزل للمواطنين من أجمالي كميات ديزل بتروماسيلا لتغطية السوق المحلي بشكل يومي وبسعر 800 ريال يمني للتر الواحد، على أن يتم التوزيع وفق آلية تضبط ذلك. وتشهد محافظة حضرموت منذ فترة تصاعدا في الاحتجاجات الشعبية بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية والخدمات، وفي صدارتها خدمة الكهرباء وسط اتهامات للسلطات المحلية وللحكومة بتجاهل مطالب الناس، ومنها المطالبة بحصة من عوائد النفط وتحويل جزء من الإنتاج للاستهلاك المحلي. وزعت السلطة المحلية في محافظة مارب 3560 رأسا من أغنام الضان ل 890 مستفيدا من مربي الثروة الحيوانية المتضررين من الحرب والنزوح. التوزيع يأتي ضمن مشروع الدعم الطارئ لسبل العيش والزراعة، والذي ينفذه ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بتمويل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. ويهدف المشروع إلى دعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بما يساهم في تحسين سبل العيش للمزارعين وتعزيز الإنتاج الغذائي والحيواني، وكذا توفير فرص معيشية أفضل للمستفيدين.
قالت الأمم المتحدة إنها تلقت تمويلا إضافيا من الجهات المانحة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري، ليبلغ إجمالي التمويل المستلم للخطة بحلول الأسبوع الأخير من الشهر الجاري مليارا و25 مليون دولار. ونبه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى أن خطة الاستجابة رغم اقتراب نهاية العام لا تزال تعاني نقصا حادا إذا لم تتم تغطية سوى ما نسبته 46% من إجمالي التمويل المطلوب البالغ ملياري دولار و71 مليون دولار. ويرى خبراء اقتصاد أنه من غير المنطقي تراجع التمويل الموجه لدعم الإغاثة في اليمن في وقت تزداد شدة الأزمة الاقتصادية مع وجود مؤشرات خطيرة حول تدهور الوضع الإنساني في البلاد، ويشددون على أهمية زيادة دعم المانحين لتخفيف المعاناة الإنسانية القائمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. أبدت منظمة التجارة العالمية استعدادها لتقديم المساعدات لتمكين اليمن من الاستفادة من الثروة السمكية، وذلك في حال المصادقة على اتفاقية دعم مصاد الأسماك. جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع نائبه المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أنجيلا إيلارد في العاصمة السويسرية جنيف على هامش اجتماعات لجنة تيسير التجارة. وفي اللقاء كد الوزير الأشول أن الحكومة بصدد السير في إجراءات المصادقة على اتفاقيات تيسير التجارة، فيما شرت نائبة المدير العام لمنظمة التجارة العالمية إلى الحرص على تقديم التسهيلات كافة لضمان استفادة اليمن من المساعدات والاستشارات التي تقدمها المنظمة في مجال تيسير التجارة. أتلف مكتب الصناعة والتجارة في مدينة تعز أكثر من 40 طنا من الأدوية منتهية الصلاحية بعد ضبطها في بعض المخازن أو مخازن التجار في المدينة. ويعاني سوق الأدوية في اليمن من حالة عبث وارتفاع متزايد في أسعار الأدوية في ظل غياب دور الجهات الرقابية والعشوائية التي تحيط بسوق الأدوية، ما ساهم في انتشار الأدوية المهربة والمغشوشة في السوق أو قريبة الانتهاء. مشاهدينا الكرام، نستعرض الآن متوسط بعض الخضروات، أسعار بعض الخضروات والفواكه في الأسواق المحلية خلال هذا الأسبوع. وقبل الذهاب إلى قضية حلقتنا لهذا اليوم، نستعرض متوسط أسعار الصرف للريال اليمني أمام العملات الصعبة ومتوسط سعر الذهب خلال هذا الأسبوع أيضا. أهلا بكم. العملة المحلية في حالة تدهور متواصل، وسوق الصرف لم يستقر على الإطلاق حتى ما أعلن البنك المركزي عن مزادات لبيع العملة الأجنبية، وهو ما يشير إلى فقدان السيطرة على تدهور الاقتصاد الناجم عن أسباب متعددة. نذهب لمتابعة هذا التقرير ثم نعود للنقاش. مرحلة خطيرة دخلتها الأزمة الاقتصادية في البلاد مع فشل التحركات الرسمية في إنقاذ العملة الوطنية وضبط السوق المصرفية وسط غضب شعبي متنام، فالعديد من المدن باتت تشهد عصيانا مدنيا وإغلاقا للمحال التجارية، والاحتجاجات مرشحة للتصاعد تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية واستمرار ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية مع الانهيار القياسي في سعر الريال.
وهو ما يضع الرئاسي والحكومة أمام اختبار جدي خلال هذه الفترة الحرجة لمعالجة الأزمة المعقدة وتجنب انهيار اقتصادي أعمق. فأزمات القطاع المالي والمصرفي المتضخمة والمقلقة امتدت اليوم إلى نظام مزادات بيع العملة الأجنبية، وهو الإجراء الوحيد للبنك المركزي في العاصمة المعقدة عدن لتوفير احتياجات الأسواق المحلية من الدولار، ويحظى بدعم المؤسسات الدولية المانحة. فرغم إعلان البنك المركزي عن مزادين في أسبوع، أحدهما بمبلغ 50 مليون دولار كإجراء طارئ للحد من التدهور الواسع لسعر الصرف، إلا أن المفاجأة كانت تراجع نسبة الإقبال من قبل البنوك والمصارف، ولم يبع سوى نصف المبلغ، وهو ما يشير إلى أن الطلب على العملات الأجنبية في السوق المحلي ليس حقيقيا، وإنما بغرض المضاربة للنيل من الاقتصاد وتحقيق أهداف سياسية. الأمر الذي يضيق الخيارات أمام الرئاسي والحكومة في ظل الصراع المحتدم الذي يلقي بتبعاته على معيشة جميع السكان، خصوصا مع استمرار توقف تصدير النفط الذي أفقد البلد أكثر من 6 مليارات دولار من موارده الذاتية خلال الأشهر الثلاثين الماضية فقط. ومع ضعف الاستجابة الدولية للمطالب الرسمية المتكررة بدعم اقتصادي عاجل لتجاوز التحديات المرتبطة بالنقص الحاد في الموارد الحكومية والتخفيف من آثار الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، فكل المؤشرات تشير إلى ضعف قدرة الحكومة على ضبط سوق الصرف وردع المضاربين وتجار السوق السوداء والممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني والوضع المعيشي. لنقاش أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا عبر الهاتف الصحفي الاقتصادي وفيق صالح. أهلا وسهلا بك معنا لمناقشة هذا الموضوع، ونبدأ معك من حيث اختتم هذا التقرير. فهناك تحركات متسارعة لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية، لكن يقال أنها لم تنجح، فكيف نفهم وصولنا إلى هذا المستوى من الأزمة الاقتصادية حاليا؟ ما يحدث الآن من هبوط متسارع لقيمة العملة الوطنية هو يأتي نتيجة تضاعف الآثار والضربات التي تعرض لها الاقتصاد الوطني خلال العقد الأخير، بدءا من تعطيل المصادر المستدامة من النقد الأجنبي إلى الانقسام النقدي وتجزئة المؤسسات الاقتصادية في البلد وتشتت الموارد المحلية مقابل زيادة الأعباء والنفقات المالية الحكومية، وبالتالي هذا أدى إلى تفاقم العجز في ميزان المشروعات وفي الميزان التجاري للدولة، وتسبب زيادة المضاربة والطلب المفتعل على العملة الصعبة في السوق المصرفي، ما أدى إلى ضرب قيمة الريال اليمني وأدى إلى ارتفاع كبير في العملات الأجنبية، وبالتالي انعكس هذا بشكل كبير على ارتفاع منسوب التضخم وتدهور الوضع المعيشي لليمنيين بشكل عام. نعم، أيضا هناك مزادات لبيع العملة الأجنبية أقيمت مؤخرا، ولكن سعر الريال اليمني لا زال في تراجع مستمر، على ماذا يدل هذا الأمر؟ في الحقيقة المزادات لا يشارك فيها كثير من الجهات التي تطلب العملة الصعبة في السوق المحلية. هناك بنوك لا يتجاوز عددها أصابع اليد هي من تطلب هذه المزادات، وبالتالي رغم هذا التدهور السريع لا نجد إقبال كثيفا على عملية المزادات الإلكترونية التي يقوم بها البنك المركزي. الجهات التي لديها طلب كثير على العملة الصعبة هي لا تلجأ إلى عملية المزادات، وإنما تحصل على ما تريد من السوق السوداء ومن السوق المحلية، وهذا ما يفسر عدم فعالية آلية المزادات في استقرار سوق في استقرار سعر العملة الوطنية. كيف تفسر تراجع نسبة إقبال البنوك على مزادات بيع العملة الأجنبية؟ طبعا الكتلة النقدية والسيولة من العملة المحلية هي خارج القطاع المصرفي الرسمي، أي ليست تحت سيطرة البنوك، وبالتالي أغلب هذه بيد المضاربين وشبكات مالية موازية ومنشآت صرافة تعمل بذات رخيص، وهي من تعمل على مضاربة العملة في السوق السوداء، وبالتالي بقاء الكتلة الكبيرة والجزء الأكبر من هذه الكتلة النقدية خارج إطار البنوك والجهاز المصرفي الرسمي يدفع هؤلاء المضاربين إلى المضاربة بهذه العملة وبغرض تحقيق الأرباح وبغرض أهداف أخرى وتحقيق أجندات سياسية وضرب قيمة الريال في المحافظات المحررة.
نعم يعني أيضا التعافي الاقتصادي يمثل أولوية ملحة للشعب اليمني، فكيف يفاقم الانهيار في سعر الصرف حجم الكارثة الاقتصادية في البلاد؟ الوضع المعيشي لليمنيين لا يفسد عليه. أزمة متلاحقة تعصف في اليمنيين منذ 2014، وبالتالي الآن ارتفع منسوب التضخم بشكل أكبر. القدرة الشرائية لليمنيين تهاوت بشكل متسارع. أغلب الأسر اليمنية أصبحت تكافح لتوفير أو لتلبية الأدنى الاحتياجات الأساسية من العيش. المساعدات التي تقوم بها المنظمات الدولية والعاملة في المجال الإنساني والمجال الإغاثي أيضا تراجعت أو تقلصت بشكل كبير، وبالتالي هذا عقد من الوضع العيشي الآن لليمنيين. لذلك نحن في انتظار كارثة إنسانية إذا لم يكن هناك تحركات حكومية واسعة لتفادي آثار وتداعيات هذا الوضع المتأزم في الوضع المعيشي لليمنيين. ذكرت أن هناك تدابير واسعة لإنقاذ اليمنيين. ذكرت أن هناك تراجع كبير في مستوى المساعدات الإنسانية التي تقدم إلى اليمن، فعلى ماذا تراهن الحكومة في موضوع الدعم الدولي بالنسبة للاقتصاد لدخول الاقتصاد مرحلة من التعافي الاقتصادي لربما؟ في الحقيقة هذا يعود إلى الحكومة، لا أعرف ماذا على ماذا تراهن الحكومة، لأن هذا السؤال يتطلب أن يوجه إلى الجهات الرسمية والجهات الحكومية. أما أنا كمراقب وكمتابع للوضع أرى أن ما تقوم به الحكومة الآن لا يصل إلى المستوى أو إلى حجم الماساة في الماساة الإنسانية في البلاد. الحكومة هي مطالبة بوضع تدابير ووضع مقصودة إصلاحات شاملة بدعم إعادة استئناف وإنتاج كافة الصادرات النفطية والغازية وتنمية الموارد المحلية ومكافحة الاختلالات في المؤسسات المالية في البلد، إضافة إلى وضع برنامج تقشفي وتقليص النفقات ودفع رواتب المسؤولين بالريال اليمني وإعادة المسؤولين للعمل في الداخل و تنفيذ ادوات السياسه النقديه بحيث انها تكبح اي تاثير للمضاربين الذين يتلاعبون بقيمه الريال اليمني ويضرون باقوات المواطنين. الوضع بحاجه الى مصروفات ماليه ومصروفات اقتصاديه وبحاجه الى ادوات ضبط في الجهاز الامني والجهاز القضائي لبسط سيطره مؤسسات الدوله على الارض والقانون بما ينعكس ايجابيا على تهيئه الاستقرار في الجانب المعيشي ومكافحة أي اختلالات قد تسعى للتلاعب بأسعار الصرف والتلاعب بأقوات المواطنين. نعم، أيضا أستاذ توفيق، هل تتوقع عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها بما يخص يعني سداد رواتب الموظفين في ظل هذا التدهور المتسارع للعملة المحلية؟ في الحقيقة المؤشرات الآن غير واضحة، الوضع من سيء إلى أسوأ، وبالتالي لا نستطيع أن نجزم بما ستقوم به الحكومة في الساعات المقبلة وفي قادم الأيام. إذا لم يكن هناك قرارات شجاعة وقرارات جريئة من قبل الجهات الرسمية والجهات الحكومية لتفادي وقوع الآثار السلبية المترتبة على هذا الوضع، فإن البلاد ستنزلق إلى وضع أسوأ وستكون هناك مخاطر بانتظار هذا البلاد وستدخل في أتون المجاعة وأتون الفقر وتأزم الوضع الإنساني الذي هو بالمحصلة يؤدي إلى تداعيات في الجانب الاجتماعي لا تحمد عقباها. يعني الحكومة أعلنت مؤخرا عن خطة إنقاذ اقتصادي ستنفذ في البلاد، ما إمكانية تطبيق هذه الخطة في ظل هذه الظروف المعقدة التي تشهدها البلاد اليوم؟ القرارات التي أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الأخيرة هي بصراحة جيدة ولكنها ما تزال حبر على ورق وبحاجة إلى ترجمتها كخطط واقعية على الأرض وعلى الواقع العملي. أما بالنسبة لهذه الإصلاحات كخطوط عريضة فهي جيدة، ولكن الأهم هو التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع. إذا استطاعت أن تترجم هذه البنود كأهداف عملية وأهداف واقعية فأعتقد أنها تنجح في
في تفادي انطلاق البلد الى كارثه انسانيه، وتتعامل على تحقيق الاستقرار في الجانب الاقتصادي والجانب الانساني وعاده التعافي للاقتصاد الوطني. ولكن الاهم هو التنفيذ، الاهم هو الاراده، الاهم هو النزاع والضمير الحي الذي يحكم المسؤولين ويدفعهم للعمل بكافه جهودهم وكافه طاقتهم من اجل هذا الشعب ومن اجل انقاذ البلاد من الانزلاق نحو افق غير واضح. بالفعل مسألة التعافي الاقتصادي يحتاج إلى خطوط وسياسات عاجلة وشاملة لضمان هذا الأمر، وبالتالي التعاون بين الحكومة والمجتمع الدولي والاقتصاد الخاص أو يعني كما يقال القطاع الخاص ربما كفيل بتحقيق هذا التعافي على المستوى المحلي. أشكرك جزيل الشكر الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، كنت معنا عبر الهاتف، ونشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة، حتى الملتقى، دمتم بألف خير.